السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. النهاردة هنعمل شوربة اقتصادية، العدس الاصفر بالجزر. هنا غسلت العدس كويس وحطيت عليه البصل والطماطم والجزر، حطيتهم كده على النار يغلوا. هنا لما استوى بعد كده هخلطه بالهاند بلندر. بعد كده هنا عندي الثوم على النار والسمنة، احمره كده واحط عليه البهارات، الكمون والبابريكا والفلفل الاسود والملح، احمره كده لما يبقى لونه ذهبي حلو كده. وبعد كده هضيفه على العدس. بعد كده هياخد كده غلوة بسيطة، وبعد كده هرفعه من على النار وهقدمه. طبق جميل واقتصادي ومفيد ومغذي بيدفي في الشتاء ده. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.